منار الهدى ومهد البطولة. أهلا وسهلا بكم، وإلى مزيد من المنجزات على المستوى الفردي على وجه الخصوص يسعدنا أن تداخل معنا المحامية والمحكمة رنا الذهبان، المحكمة في القضايا التجارية. أهلا وسهلا بك أستاذة رنا. حياك الله أستاذ. أهلا وسهلا. إحنا ودنا نتكلم عن التعيين كمحكمة في القضايا التجارية. يبدو كما فهمت أنت أول محكمة في القضايا التجارية، أليس كذلك؟ نعم صحيح. يعني أخبرينا عن المحاكم التجارية بشكل عام واختصاصاتها، وما القضايا التي تتناولها في بحسب الاختصاص؟ أولا يعتبر التحكيم التجاري ركنا أساسيا ومكونا مهما لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والمحلية والدولية، وله مزايا عديدة، أنه يتقيد به الأطراف ويؤدي إلى حسم النزاع وسرعة ملحوظة وبقدر أقل من الجهد. طبعا اختصاص المحاكم التجارية على حسب المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية نصت على أن تختص المحاكم التجارية في جميع المنازعات التجارية سواء الأصلية أو التبعية التي تحدث بين التجار، كأعمال التوريد والنقل والمنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات، وكذلك دعاوى الأفلاس والحجر. وهذه أبرز الاختصاصات المحكمة التجارية. جميل جدا. ونحن لدينا الآن مجموعة من المحكمات، دعني أقول لي أو دعيني أقول للقضايا في المحاكم الأخرى، أليس جميل؟ لا فقط تختص التحكيم يختص في المحاكم التجارية. جميل جدا. وبالتالي دور التحكيم يفترض بأن يكون داعما للمحاكم أو مختصرا للقضايا التي كان من الممكن أن تذهب إلى المحاكم، فإن التحكيم يلعب دور في حل النزاع أو حسم النزاع ويعتبر أقل من الجهد. جميل جدا. بسرعة ملحوظة وأقل من الجهد. جهود وزارة العدل كما نلاحظ جميعا في التحول الرقمي والتفاعل عبر الإعلام الرقمي، كيف تشاهدينها باعتبارك محامية ومحكمة في هذا المجال؟ أنا من أعظم أكبر الوزارات التي تطورت، كانت في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، واهتمام معالي وزير العدل أحدثت نقلة نوعية في وزارة العدل، فأصبح من السهل سهلت كثير من القضايا، وأصبحت المحاكم سريعة وبعضها فورية، فقد انحصرت كثير من التطورات الرقمية في وزارة العدل، من أبرزها إطلاق نظام التنفيذ الإلكتروني ونظام التوثيق، وكذلك الخدمات العدلية وتمكين المستفيدين من رفع جميع الدعاوى العمالية المباشرة. جميل جدا. وباعتبارك متخصصة في هذا المجال كما فهمت أنت على وشك استلام وثيقة الدكتوراه في التحكيم، فبودي أن توجهي رسالة للمحاميات الأخريات اللاتي يريدن التخصص في هذا المجال، مجال التحكيم. أولاً في البداية مهنة المحاماة في البداية صعبة جداً، ولكن في نهايتها الكثير من الخير، وعليهم الاطلاع على مدونة الأحكام القضائية الصادرة من وزارة العدل والاستثمار، وكذلك الاطلاع على التعاليم، كذلك الحرص جيداً على حدود دورة قانونية مفيدة، وليس جميع الدورات القانونية بل الدورات التي تكون بحاجة للاستفادة منها. رائع جدا. المحامية رنا آل ذهبان، أول سعودية محكمة في القضايا التجارية، شكرا لمداخلتك معنا. العفو والله. أهلا وسهلا. ولننتقل إلى أخبار